ده عز الكبسي 2100 بعد سنتين اتنين. بعد سنتين اتنين الشغل زي ما هو، لان في ناس كتير كانت بتسأل لو احنا مثلا عايزين نحافظ على القشرة اللي هي زي دي كده، ومش عايزينها تبوظ، ومش عايزين يجي عليها اسمنت من المحارة، ومش عايزين ان النجارة تتبهدل، تمام؟ فطبعا احنا بندي السيلر او بندي العازل. العازل هو احسن حاجة، ده هو بعد سنتين اتنين القشرة زي ما هي، ولا جوالها اي حاجة، ولا الخشب فلق شقق مثلا ولا اي حاجة. ده طبعا كنا مصنفرينه ومديينه بطانة حصى جوز بني، والقشرة كنا سابينها على لونها. نفذ السيد. تمام، دي طبعا الصنفري، لكن نيجي للشغل اللي هو لسه ما اتصنفرش اهوت. وفي لمعه كمان اهوت، يعني زيه زي اللي مش شطب. طبعا هو مش منتشر في السوق، وفي صناعات كتير جدا ما تعرفوش، وفي صناعات بتكسل تشتغل بيه، وفي صناعات ما تعرفش قيمته. لكن العازل ليه فوائد كتيرة جدا 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 للخشب، وانا سبق وقلتها في فيديوهات قبل كده كتير قوي. اللي عايز يرجع يراجع الفيديوهات القديمة هيعرف العازل والفوائد بتاعته والمميزات بتاعته، احنا قايلينها كلها في الفيديوهات قبل كده. اهو طبعا كل الخشب واخد العازل ده، قوي جدا جدا، احسن من الصلة 100 مرة. كمان في حاجة يا جماعة، الصلة لو تساب سنة ولا سنتين بتيجي بعد كده بتلاقي الخشب شربه كأنه ما خدش حاجة قبل كده خالص، لكن ده زي ما هو هو بعد سنتين اتنين بيتصنفر، ولا الصنفرة بتخربش فيه ولا بتعلم فيه ولا اي حاجة. كمان ما بيمتصش زي الصلة، الصلة بيمتص، يعني السيلر مهما كان هو بيعزل، بس مش برضه بيمص الحاجة اللي بتيجي عليه، يعني لو فيها اسمنت ولا حاجة هيأثر عليه. الرجالة شغالة اهي بتصنفر اهيت، اقل صنفرة بتمشي عليه وبتطلعه زي الفل. درجة الشفافية بتاعته 100%، يعني هو زيه زي المية بالظبط، يعني كلون ما بيأثرش على لون الخشب في أي حاجة. أما السيلر الشفافية بتاعته مثلا ممكن نقول 40%، لأن السيلر بيكون لونه مصفر أصلا، فكده كده بيأثر على لون الخشب. فإحنا حبينا نشارككم المعلومات ديت علشان برضو أي حد بيشطف جديد، أي حد مثلا لسه جاب نجارة جديدة ويفكر إن هو إزاي يحافظ عليها ويعزلها، فده احسن حاجه ليها. يعني عازل كبسي 2100. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.